مهرجان القاهرة السينمائي. قلت أنا حاسة إن أنا في ميكروباص. لا أنا ما قلتش الكلام ده، وأنا ما قلتش وكذبت الكلام ده. أنا ما أعرفش هما جابوه منين. أصل أنت بص، يعني في مشكلة في الصحافة شوية بقى، أي حد يقول أي حاجة من دماغه. لا يمكن عشان كان زحمة مثلا. هو كان زحمة، ما كانش فيه بس حاجة. أنا ما صرحتش بالتصريح ده. هو كان زحمة، كان يمكن في مشاكل في التنظيم. جابوها منين يعني كلمة؟ ما أعرفش جابوها منين. جابوها من بعض، كل واحد يقول للتاني. بس ما فيش، أصل أنت عشان يبقى عندك مصدر هالتسجيل بصوتي أنا قايلة فيه الكلمة دي، أو صوت وصورة أو صوت حتى، بس طالما ما عندكش ده يبقى أنا ما قلتش. فاهم قصدي؟ أنت جايب من خيالك، أو أنت حد قال لك إن والله أنا قابلت درة على لقالة كذا. ده ناس من منظمين المهرجان قالوا إن أنت كنت متعصبة عشان ما كانش الموضوع منظم بشكل كافي. يعني ما فيش حد يستقبلك وحد يطلعك حد يستقبل؟ مش لازم حد يستقبلني ويطلعني. يعني هو كان في زحمة والناس بتتصور كتير، فاللي هو ملحق في حاجات كده. أنا بص، أي حاجة بقولها أنا بعتبر إنه مصر زي تونس بالظبط بالنسبة لي. أنا نفسي بقى أحلى حاجة عندنا، وأحلى تنظيم، وأحلى مهرجان، وأحلى سينما، وأحلى. أنا جيت هنا عشان بحب السينما المصرية، مش عشان حاجة تانية. فبالعكس عمري ما يعني، والبلد دي ليها فضل عليا، عملتني كدرة كنجمة فعمري ما حقلل من حاجة. بالعكس ده هفضل أقوله مدى الحياة، يعني من غير أي حاجة. أصيلة دور دي حقيقة، مش ربنا يخليك، بس دي حقيقة. فبالعكس أنا ممكن أتضايق لو لقيت عيب في حاجة، زي ما أنت ممكن تتضايق بالظبط. مش وعمري ما هقول الكلمة دي بالشكل ده، حتى اللفظ أو التعبير مش طريقة تعبيري اللي أنا بص أنا بتكلم معاك إزاي، مش طريقتي إن أنا أقول كده. لو هم تخيلوا أو تقال كده أو حد قال فمش عارف إيه، أوكي يعني. بس إنه يبقى تصريح، لا ده ما حصلش مني تصريح في الموضوع ده يعني بالشكل ده خالص. مهرجان اسكندرية كنت عدوة في لجنة التحكيم. شمال؟ والله يعني هو الاختيارات دايماً في لجنة التحكيم بيبقى فيه، يختاروا ويبقى فيه تنوع سواء في الجنسيات البلاد. يعني ما يبقاش كله من بلد واحدة. بلس يبقى فيه تنوع في الأجيال. كمان ما يبقاش كله من جيل واحد. حبيتي التجربة؟ في فكرة غلط يمكن عندنا إحنا ساعات بنفتكر، أو في ناس بتعتقد إنه لازم لجان التحكيم دول يبقى سنهم كبير جداً. ده مش حقيقي، في العالم كله بيبقى فيه ناس فنانة شابة. لأن أنا بعبر، أنا رأيي ممكن يكون معايا حد في لجنة التحكيم، هما بيبقوا مثلاً بنبقى سبعة أو بنبقى ستة أو بنبقى أكتر حتى. في ناس بتمثل جيل، ممكن أنا رأيي بتفرج زي الشباب اللي قدي، فليا وجهة نظر غير اللي عنده 60 سنة وبيتفرج بالذوق بتاعه. بلس إن أنا الحمد لله، يمكن أنا مش هتكلم على الإكسبيرينس بتاعي كممثلة، أنا عاملة برضو حاجات كتير سواء هنا في مصر أو في تونس. هتكلم كمان عن أنه بعتبر أن عندي ثقافة سينمائية. يعني أنا بتفرج، وبتفرج مش بس على سينما أمريكية أو عربية، بتفرج على سينما أوروبية وعلى سينما إيرانية وعلى سينما من كل أنحاء العالم. يعني بحاول، أنا من زمان بحب أطلع على حاجات كتير. بس هما الاختيار طبعا انا ما اعرفش هو يعني بيبقى مبني على ايه، بس كتير قوي احنا شاركنا. يعني انا شاركت كمان في تراب فيست ارابيا، كنت عضوه لجنه التحكيم في ابو ظبي في مهرجان، يعني كان الفيلم الافلام القصيره. شاركت قبل كده في مهرجان في تونس اسمه مهرجان سينما للمراه، وكان معايا ناس قديره. يعني كان نادين لبكي، وكان في ممثله فرنسيه، وكان في ممثله كمان تانية من تونس بس يعني ممثله كبيره. يعني شاركت، كان ليا تجارب في الموضوع ده، وانا بحب تجربه لجنه التحكيم جدا. وعايز اقول لك انه هي تجربه ممتعه، وفي نفس الوقت في انت بتستفيد حتى من اللي معاك في اللجنه ومن الاراء لما بنقعد ونتناقش في حاجات. والحمد لله اللي انا يعني الافلام اللي انا كنت حباها كسبت، فيعني معنى كده ان انا بفهم شويه برضو.